مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق على امتداد البث، كل اللي بيسمعونا عبر تردد الأثير 91، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من مساء بي ان، هذا البرنامج الذي نستعرض من خلاله آخر مستجدات الصحة الفنية وأخبار النجوم. وإلى أولى أخبارنا، تستضيف مدينة ريف الإسبانية في الفترة ما بين 28 مايو إلى 6 يونيو 21 الدورة 18 لمهرجان الأفلام الإفريقية، ويتناول دور السينما في أفريقيا وجاليات المهجر. ويعد هذا اللقاء الثقافي السينمائي سنويا بين قارتي أوروبا وإفريقيا، وسيكون السودان البلد الضيف لهذه الدورة مع تنظيم أول معرض مخصص للتصوير السينمائي السوداني في إسبانيا، تقدم فيه 8 عروض بمدينة ريف. قد تحالف أبناء الشمال مبادرة علاج الفنان الكبير صديق أحمد وهو طريح الفراش. وفي تصريح صحفي أكد الأمين العام لتحالف أبناء الشمال أن التحالف لن يتخلى عن الفنان الكبير صديق أحمد، وسيواصل دعمه للمساهمة في علاجه حتى يبلغ تمام العافية، ودعوتنا بعاجل الشفاء للفنان صديق أحمد. كان سعيد في الماضي جنبك، فجأة عينيك طوعنه والدموع يمتك صبر شيع شوق ونعنه وعند روب شعل الوطن ضمتك ما رجع عنه قامت الفنانة صاحبة الصوت الطروب شذى عبد الله بترديد أغنية الفنان القام الراحل محمود عبد العزيز ما تشيلي هم. وجدت الأغنية رواج كبير لدى مواقع التواصل الاجتماعي. قالت الفنانة إيلاف عبد العزيز أن أغنية الزمن الجميل أكثر الأغاني اللي أضافت لها في حياتها، وحققت أعلى نسب مشاهدة بالرغم من أن فنانات كثيرات تغنم بها قبل من سنوات طويلة. وأضافت إيلاف: قمنا بتغيير بعض الإيقاع وقليل من اللحن، وعبرت عن شكرها للملحن وترحمت على شاعرة الأغنية وجدان صباحي، وقالت: أعترف بأنني لن أجد مثل تلك الأغنية. سكة السفر الطويل السكان سافرنا لزمن جميل زمن جميل. نشر الفنان سامي ماهر على صفحته على الفيسبوك قائلا: انتظروني أنا وصديق مهيد الصادق وفرقة عقد الجواهر في عمل مشترك. اتخذ الشاعر مهدي مصطفى قرار تجاه الفنان الشاب عبد السلام حمد الذي أعلن اعتزاله خلال الأيام الماضية،
واتجه مهدي خطوات فعلية من أجل انتزاع عدد من قصائده التي قام بترديدها عبد السلام، كما أعلن عبد السلام حمد اتجاهه لمجال تقديم البرامج. قدمت الفنانة الأثيوبية هيلين مليز أغنية آخر المطاف للفنان السوداني حيدر بور سودان، وقامت الفنانة بارتداء الزي السوداني مع رسم الحنة السودانية في أداء مختلف ومتميز. آخر مطاف ما يكون جفا، أنا عمري ما فكرت يوم، آخر مطاف ما يكون جفا، أنا قومي ما بعرف قصام، يا ناسي أيام الوفا، أنا قومي ما بعرف قصام، يا ناسي أيام الوفا. بهذا مشاهدين الكرام في كل مكان وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من مسابي، شكرا على حسن المتابعة والاستماع، الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء في أمان الله.